ساول حاجة إحساس غريب أنه يعملوا انترفيو في بيرويا. شكون علي؟ ولا منعرفش. علي هو إنسان مغروم بكل ما هو فيزويل إلا الرسم والتزويق والفصد ذوك، أما كل شيء فيزويل يعني التصوير الفيديو حاجات كيما هكاك يعني. أنا هو منهم الغرام، منهم شكلت يعني برشا يعني نعم في تو. هو خليط، أي هو خليط من التيك والفيزويل وكل شيء. إذا باش نحكيو التيك اللي نعم فيه هنا توا، الغرام بدا أول ما خرجوا التليفونات بالكاميراويت، نحكيو على عام 2003 2004، وطرف أنه عديت سيف كامل نخدم باش لميت 500 ألف وشريت تليفون سيمانس معناتها بالكاميرا وقت فسدت في شهرين. في وقت معين كانت صعيبة، أما كي جت الثورة وقت الغفلة استغليت الفرصة، لأنه حتى حد في الوقت هذاك فك الجوج ما هذيك حتى حد لو بشي يركز معاك ولا بشي يقولك شبيك عملتك. ففي الفترة متاع الثورة أنا هذيك فرصتي، وقتها كان آخر ستاش في القراية متاعي، مع ستاش تعديت في الطويل ديريكت، ما حتى حد لكان مركز في فترة ذيك مرحلة انتقالية مع 2012. والله هي التجربة اللي صارت لي مع الجامعة التونسية للسينمائيين الهويت، هي بارتي من البارتيات اللي خلتني نتموتيفا معناتها، فهمت نوعا ما كرهتني شوية في السينما، لكن اكتشفت انه نجم نعملوا التصوير وكذا مش كان لازم في السينما، فهمت انه ما ارتحتش برشا في دومين السينما، وبقات لي سيكاتريس الحكاية ذيك، ما بقات لي ما نرتاحش للناس اللي في السينما يعني، فرصة بركة وتجربة بركة خليتني نرتاح للناس هذوما، اللي هو في فيلم اللي بعد ضرب على الاخر، معناتها خذ برشا جوائز تاني ذهبي في تونس، خذ جوائز بارتو، اسمه The Last of Us، فيلم تحفون برشا لعلي دين سليم، تحية لعلي ولامين اللي عطاني الشانس باش نخدم معاهم في الحكاية ذي. تجربة خاصة خاطر الناس اندبندنت، فما الاندي فيلم ميكينغ معناتها الفيلم المصورين الأحرار، الخدمة مع لي انديبوندون ناس ولاد بابلا معناها، فهمت مش سوبونسيون وريق هذاك ما نحبوش برشا، ناس انجد فيلم بارخص الاسوان، سيتي اون تري تري بيل اكسبيريونس. مي بصفه عامه الموتيفاسيون بدات من الحقره باهيه ساعات فوالا، يعني اللي يحقرك فريمون. انا 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 صارت لي تجربه قبل الحكايه دي، يعني انا كنت نعمل فوتبول فري ستايل، نعمل هكا الاستعراض بالكوره مع تبديت طريقة بسيطة على الاخر، ما كنتش ميم با كنت كوارجي، ميم با كنت مغروم بالكورة، قاعد في الليسي جيت كورة بجنبي، جماعة ديما يعملوا في استعراض يبداو يفلموا قدام الليسي، جيت حبيت نعمل فازة تحت، ضحكت عليا الناس كل يعني على الامريكان صارت لقطة، روحت للدار بابا مشي لاسبانيا عام 2005، جيب لي كورة الكوب دوروبا الفضية في خطوط احمر، وجاب لي كورة كأس العالم وقتها ديما التيم جايشتي اسمها، الكورة ديما تخرج قبل 3-4 شهور لعبوا بها وقتها في كاس افريقيا في مصر 2005، الكره ذيك وبديت في الدار نعاود ونتيح وكسرت حاجات، رجعت لهم بعد العطله، يعني بديت في السومن بلوكي بعد العطله جمعتين عطله مارس، رجعت نعمل لك الفازه نتاع رونالدينيو هذيك ديجا وركح كره فوق راسي جمعتين من تاك 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 تاك، عزيمه كبيره. من بعد وليت فوزت التيم اللي يعني فازت، ومن بعد وليت الكابيتان نتاع التيم، يعني تلمو خدمت هذيك اقوى تجربه صارت لي، اني نولي انا الكابيتان تاع التيم ساشون كو ضحكوا عليا معناتها 3-4 شهور التالي بعد دوبلت الباك انتو كامل جبت الكره كنت كورك. اي شخصيتي اول صقل للشخصيه نتاعي صار عام 2005 في الفتره هذيك، من وقتها اول مره صارت لي الرجه هذيك نتاع تشكيك في 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 حاجه تعمل فيها، هذيك كانت اول كف. الكف الثاني هو السينما، وتو انا على قريب انا قاعد نكفي كفوف تو في اليوتيوب. دونك باش نعمل كفوف هذوما كفوف خفاف، نستنى في كف باهي باش نفيق ونعمل حاجه باهي على قاعده وننجح، لانه برشا فشل في اليوتيوب، عمري ما حسيت هالفشل هذا، لكن باهي الحقره باهي، مازلت ما تحقرتش في اليوتيوب. لا ما عرفت روحي ما نجمش نوفق، لانه دو دومين بعاد على بعضهم برشا برجولي. بون اوكي الكام تاع ايوب كاسبيسيا بالحق معناتها فريمون الى ريوسي معناتها، ماناش في تفرجوا في الفيديو بتاع ايوب، انا لي انا ما نعرفش ماشي كيما ايوب، انا ما نجمتش، انا بصراحه جي با بو ننسق ما بين جيني سيفيل والمرمى، دونك هربت ما نجمتش للاسف. اه ما نجمتش، لو جامي ندمت، لي جامي ندمت، لو لي جامي ندمت، بالعكس باهين هذوك يخرجوك من زون دو كونفور. أنا كي اكتشفت معناتها زون دو كونفور مش بالكلام وفيديوهات معناتها في روحي معناتها عشتها بالحق، حسيت روحي كريستوف كولومب بعد اكتشفت الموندو الجديد.
الشهرة ما مشيتش السديم على خاطر شهرة وما مشيتش السديم خاطر تتعلم حاجة. انا مشيت السديم على خاطر فرصة مرة في حياتك انك تمثل بلادك، انك تعمل حاجة حلم اي تونسي انه يعملها. الرياضي نجم يعيشها، يمشي يشارك في العاب اولمبيه كذا، اما كونتنت كريتر كيفاش يمثل بلاده لبرا؟ هذه كانت هذه الحاجه البوزيتيف في سديم، انها كانت الفرصه الوان اند اونلي اللي تنجم انت تمثل فيها بلادك وعائلتك تكون فخوره بيك على قاعده. هذاك كان الهدف الاولاني. الهدف الثاني كان انه اني نقوي في البوبولاريتي نتاعي، مش من جانب انه نمبر دو فان، لا حبيت نولي براند امباسادور عندهم سبونسرز، ومعناتها كان ساعات معهم كونترا، كانت حاجه كبيره برشا. لا انا ما فقدتش الانتاجيه بعد مرحله، لا مش وقتها فقدت الانتاجيه، انا فقدت الانتاجيه بعد مده طويله، لانه دوم رجعت من سديم بديت ننتج. فقدت الانتاجيه وقت اللي في وقت معين صار هالفينومين الغريب هذا لو سندروم دو سديم، هو انه سديم نفختنا برشا. يعني فما نومبر دابوني كبر، مي ابونيو ميم با، علاش معناتها انا نبوني عليه خاطر في سديم ما نبونيش، ما نفهموش فاش يعمل. فهذا خلى انه فما تضخم كبير في الأسئلة وفي المساجات، خليني معاش نجم نجاوب على الناس اللي يبعثوا لي اللي فهميني ويحبوني ويتبعوا فيا خاطر الحاجة نعم فيها، وليت عندي الوقت الكل عادي فيه نجاوب على ناس مازلت ما تعرفنيش، وأسئلة نوعا ما ريديكول، وفما ترونج داج دخلت لي اللي هي مش ترونج داج اللي أنا حاجتي بها. وضيعت وعندي أرقام كبيرة متاع دابوني، نمبر دابوني كبير، والفيو بقات هي بيدها، وكل عركه على الالجوريثم. هذوما الحاجات اللي خلوني انا نوعا ما نقول علين كسر في راسي، خلينا نعمل بوز صغيره خاطر بجوليه فديت. اما توا عائد بقوه على خاطر لقيت ناس تعاوني بصراحه مستحق مساعده. المساعده انه يلزمني ناس توفر لي البرودكتس اللي نعمل عليهم ريفيو. ذاتس ات. المساج واضح برشا، مانيش نحكي معاك ونقول لك او يزمك تتموتيفا ويو كان دو ات وكل حكايه هذوكم كل، ماشي هكيك، سي با كوم ساك سا مارش. يزمك تسأل أسئلة يوجعوا، اللي هما أول سؤال يوجع هو علاش موجود في الدنيا هذه. المرة الأولى ماهوش في عملك حتى شيء خاطر باش تحس ميساج بيزار، شنو هو نسأل في السؤال؟ من الأول يظهر لك ريديكول، وبعد بشوية تبدأ تحس به، وبعد بشوية تستنى ظروف معينة. أنا اكتشفت حاجة أنه مش ديما كل شيء نجم نصنعوا حدنا، يعني ساعات يموت حد ولا ساعات تصير أكسيدون حد من برا يخليك تفهم ان الدنيا دي ما عندها حتى قيمه، وبعد تبدا تتبربش، وبعد تقول الوقت يجري ونجم نموت اتو مومون، الناس كيفاش باش تفكرني؟ وتبدا فما حاجه في وسطك، فما كارت جرافيك في وسطك ماهيش فيها شيء، تبدا تتخيل لك. اذا قمت نهار وانت مفجوع هكا تخاف لا تموت قبل ما تعمل حاجه، وقتها تبدا تنجز. فبربش روحك فهمني. واذا صارت لك حاجه نيجاتيف في حياتك حاول كيفاش تستغلها وتسأل أسئلة. الإنسان موجود، الكيوريوزيتي أقوى حاجة عند الإنسان، فحاول ما تغضش النظر والبصر على حاجات غريبة تصير في حياتك، لأنك كان تركز معهم هذوكم ينجموا يصنعوا منك إنسان كسوحي. إن شاء الله يكون كلامي واضح. هذه حاجة تسمى اللايف بيربس. إذا لقيت اللايف بيربس نتاعك والهدف اللي تعيش على خاطر ومعاش تنجم توقفك حتى شيء، خاطر تبدأ كل يوم تقوم مفجوع أنك تموت قبل ما تحقق، فتصدم عليه. وحتى كان مت وما حققتوش، فما حاجه تسمى لا فولونتي ايريتي، انه يجي بعد عبد يسمع بقصتك المؤثره ويهز عليك الحمل ويكملها. وهكا العلماء ينجم يكتشفوا حاجات، خاطر برشا علماء يموتوا قبل ما يكتشفوا حاجاتهم ويجيوا بعد عباد عليهم يكملوا. فخمم خمم اللي دو ريوسي.